الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمه الله عليه: ونمسزها ذاك وبراء غيره وصلي تسنى دون هاء شمردلا. أليس كذلك يا أحبه؟ بلى. طيب، وتم شرح قول المولى تبارك وتعالى: ونمسزها ذاك وبراء غيره. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها. وانتهينا من شرح هذه الشطرة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وصلي تسنه دون هاء شمردلا. ولم تشرح هذه الإيه؟ هذه الشطرة من البيت، أليس كذلك؟ وصلي تسنه في قول المولى تبارك وتعالى: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر. اسمعوا معي: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر، بحذف إيه؟ ها السكت دي إذا سميت كذلك، دولا المشار إليهما بإيه؟ الشين من شمردلة. معنى هذا أن الإمام حمزة والإمام الكسائي يقرآن بحذف الهاء في حالة الإيه؟ في حالة الوصل. أما في حالة الوقف فيقفان بالإيه؟ بالهاء، لم يتسن. والباقون يقرؤون بإثبات الإيه؟ الهاء وصلا ووقفا، لم يتسنه وانظر. الخلاف عند الموجهين لهذه الكلمة يدور حول شيئين: الهاء ومعنى يتسنه. معنى يتسنه يعني يدور في هل الهاء من بنية الكلمة؟ لو كانت الهاء من أصل الكلمة يبقى لا يجوز الإيه؟ الحذف. أما إذا كانت شبيهة بهاء السكت كمالية وسلطانية ومثل هذه الأشياء، إذن يجوز إيه؟ يجوز الحذف. طبعا قبل ان ندخل عشان ما يفوتناش كلمه شمردل دي، في هناك بعض الكلمات بتكون شكلها غريب. ما هو الشمردل؟ الشمردل قال بعض الشراح لهذه القصيد: هو الكريم، الرجل الكريم، شمردلة أي عند كريم. طيب، بالنسبة ليتسنى، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: أما لم يتسنى فيجوز لمن أثبت الهاء في الوصل. هو بدأ بمن أثبت، يجوز لمن أثبت الهاء في الوصل والوقف أن يكون لام الفعل، أن يكون لام الفعل، ويكون يتسنه على وزن يتفعل. ما مش هتكون إيه؟ من بنية الكلمة إلا إذا كانت على هذا الوضع. ويكون على هذا أصل سنة، هيكون أصلها إيه؟ سنها، سنهات، سنهات. وتكون الهاء أصلية وليست بهاء سكت. على هذا الإيه؟ هو الآن بيوجه لمن؟ لمن أثبتها وصلا ووقفا. ويجوز أيضا
أن تكون أصلها يتسنن، أصل الكلمة يتسنن والمعنى يتغير، من قولهم أسن الماء إذا إيه؟ إذا تغير. وكرهوا على هذا التوجيه، وكرهوا التضعيف، فقلبوا النون ياء اللي هي نون النهين الأخيرة، ثم قلبوا الياء ألفا ألفا، فصار يتسنى بألف، ثم حذفت الألف للإيه؟ للجزم، حذفت الألف للجزم، فعلى هذا تكون الهاء للإيه؟ للسكت، تكون الهاء هنا للإيه؟ للسكت. هذه الكلمة فيها كلام مطول للإمام مكي ابن طالب والكلام والإمام السخاوي، ومنهم من جعل معنى يتسنى، جعل لفظة يتسنى دي من الإيه؟ أخذوها من الإيه؟ من السنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ومنهم من أخذها من الإيه؟ من الحوم، هي السنة دي لفظ سنة ممكن تكون على الإيه؟ على الجد والقحط، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخذوا بالإيه؟ بالسنين، نعم، بشدة بالسنين وشدة المؤونة وجور الإيه؟ وجور السلطان. طيب يبقى هنا الكلام إذا كانت بمعنى السندية بمعنى السنين بمعنى الجد والقحط كما قال الإمام مكي، يعني قال إذا كانت بمعنى الحول، جاءت بمعنى الحول، ويكون على هذا من إيه؟ من ماء مسنون. طيب أي إيه؟ متغير. ومن سن اللحم، يعني إيه؟ إذا تغيرت رائحته، وعلى هذا من قوله برضو إيه؟ وانظر إلى إيه؟ طعامك لم إيه؟ نعم. وجعلها أيضا بمعنى الجد كما قلنا. وعلى هذا ده عند الكلام عند الإمام مكي، وعلى هذا وانظر إلى طعامك وشرابك لم تذهب طراوته وغضارته، بالجد أي بالسنين التي إيه؟ مرت على هذا. إذا من أثبت الياء وصلا ووقفا جعلها من بنية الإيه؟ الكلمة. ومن حذفها أثبتها وقفا وحذفها وصلا جعلها إيه؟ كهاء الإيه؟ كهاء السكت. وأيضا سبق أخذنا هاءات السكت للبزي، ها؟ وفيما هو ممه كف وعمه لمه بمه، ها؟ فيما فيما مما مما عم عم، بخلف لدى هاءات الايه من الايه من العرب من يقف على هاء السكت في بعض المواضع، نعم. ثم قال الناظم رحمه الله عليه وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا. طبعا يتسنى افتح القوس عند ايه وصل واغلقه عند شمردله، وافتح القوس مرة أخرى عند إيه؟ وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع اغلق هنا وافتحه عند فصرهن واغلقه عند فصلا. وبالوصل قال أعلم في قول المولى تبارك وتعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم، في قراءة المعاني
قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والقراءة الأخرى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى عندنا إيه؟ وبالوصل قال أعلم، يعني حول همزة الإيه؟ همزة القطع إلى همزة إيه؟ وصل. وأصبح الآن من قبيل الإيه؟ الأمر، من قبيل الأمر. طبعاً الذي يظهر للجميع إن قال أعلم هذا إخبار عن نفسه، هو بيقول لنفسه بيقول إيه؟ نعم أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب قال أعلم، معلوم أن هذا أمر له من إيه؟ من غيره، أي من الله تبارك وتعالى. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا هو الإيه الظاهر. بعض العلماء يرى، بعض الموجهين، الغالب على هذا التوجيه، غالب أهل التوجيه وأهل اللغة على هذا الكلام الذي قلناه. البعض منهم رأى في الأمر هنا ربما يكون الأمر ليس من غيره له، ولكن ربما يكون الأمر منه لنفسه، منه لنفسه. هو بيقول اعلم يا فلان، يقول لنفسه. طيب قال الإمام ابن خلوي رحمة الله عليه، فالحجة لمن قطع، يعني أعلم، فالحجة لمن قطع أنه جعله من إخبار المتكلم عن نفسه، والحجة لمن وصل أنه جعله من أمر الله تعالى للمخاطب. وانتهت كلامه وابن خلوي من المتقدمين. طيب وقال المهدوي من قرأ على الأمر اللي هو إيه؟ قال أعلم. من قرأ على الأمر فإنه أقام نفسه مقام الأجنبي، فأمرها كما يأمر الأجنبي، والعرب تفعل ذلك كما قال الأعشى ودع هريرة إن الركب مرتحل. الأعشى ده من الشعراء القدامى. هنا هريرة دي حبيبتي، فهو بيقول لنفسه ودع هريرة إن الركب مرتحل. وكمالة البيت، بس البيت مش من الشيخ، من الشيخ المهدوي. المهدوي قال ودع هريرة إن الإيه؟ إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ ده كمالة البيت، كمالة البيت للأعشى. وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ يبقى هنا وضحت الكلام، إن الكلام إيه؟ الشيخ السخاوي رحمة الله عليه خرج بهذا إلى معنى آخر برضو جاب بيت. قال الشيخ السخاوي في هذا المعنى، يعني معنى هذا أن السخاوي يرى أن الأمر يجوز أن يكون ليس من الله سبحانه وتعالى، ولكن من الشخص، من هذا النبي الذي وقعت معه الواقعة. قال أعلم، هو بيقول لنفسه إيه؟ قال أعلم. خلاص الشيخ السخاوي استشهد ببيت غير اللي استشهد به المهدوي. قال عميرة ودع إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. استشهد بهذا البيت. عميرة بيقول لنفسه ودع، ودع إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. ونعود إلى كلام الإمام، فقوله ودع أمر منه لنفسه، أمر منه لنفسه. ومن قرأ قال أعلم فهو على الخبر، كأنه لما شاهد ما شاهد من قدر الله
من قدر الله، من قدر الله في العظام اللي حصل قدامه ده، من قدر الله تعالى. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وبالوصف قال: أعلم مع الجزم شافع، فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة. يبقى فيما سبق من الذي قرأ قال أعلم؟ أخوان حمزة والكسائي. والباقون يقرؤون نعم قال أعلم، قال أعلم. فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة. إجمالا قال العلماء: الكسر من صار، احنا عندنا مين في الصلة اللي هو مين؟ الإمام حمزة يقرأ ايه؟ فصرهن، فخذ أربعة من الطير فصرهن، والباقون يقرؤون ايه؟ فصرهن. قالوا: الكسر من صار يصير، والضم من صار يصور، كأنهما أو وكل منهما يأتي بمعنى أمان. أصل صرهن دي هنيجي ناخد الآن الكلام، أملهن إلي، أملهن إلي، أو بمعنى قطعهن. أربعة أنواع من الطير، قطعهم وعجنهم وحط على كل جبل ثم ادعهن. يبقى إيه؟ في توجيه قال أملهن إلي، وتوجيه قال قطعهن. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: كسر الصاد يجوز أن يكون معناه قطعهن، ويجوز أن يكون معناه أملهن. فإن جعلت، انتبهوا بقى، فإن جعلت معناه قطعهن فليس في الكلام حذف، غير أن إليك متأخرة، هتكون إليك متأخرة معناها التقديم، هيبقى التقدير إيه؟ فخذ أربعة من الطير، ها؟ إليك، الله يفتح عليك يا حبيبي، إليك فصرهن. ده على إيه؟ إن جعلتها بمعنى إيه؟ قطعهن، يبقى مفيش حذف، الكلام مستقيم، بس فيه تقديم وإيه؟ تقديم وتأخير. فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن، أي قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وإن جعلت معنى صرهن أملهن ففي الكلام حذف، وليس في إليك ترخيم، هتبقى في مكانها. والتقدير: فخذ أربعة من الطير فأملهن إليك ثم قطعهن، ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فأما من قرأ فصرهن بضم الصاد فمعناه قطعهن لا غير، وهو على التقدير المتقدم اللي هيبقى فيه ايه؟ إليك متقدم. خلاص؟ قولا واحدا، قولا واحدا. فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة. طب اللي ليه ده التوجيه؟ اللي لينا كناس عايزين ودانا تتعود على سماع القرآن، هنسمع فصرهن، يبقى ده الإمام إيه؟ حمزة. فصرهن جميع القراء، من علقت في ذهنه كلمة من التوجيهات بها ونعمة، وإلا يكفينا معنى الإيه؟ القراءة أو اختلاف القراءات. ثم قال رحمة الله عليه: وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. جزءا المنون بالفتح، وجزء قال
ضم الإسكاني اللي ضم الإسكان المشار إليه بالصاد صف. اغلق لي بقى على دي قوسين، اغلق عليها كده صف لغاية صف. خلاص أول طبعا موضع في القرآن معانا هنا اللي هو ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وفي عندك كمان ايه؟ ومن عباده جزءا في الزخرف. وفي ايه؟ جزء مقسوم في سورة الايه؟ الحج. نعم. قال ابو زرعة، يبقى احنا عندنا ايه؟ هيقرأ ايه الشيخ؟ جزءا. وانتوا هتقرأوا ايه؟ هو هيقرأ ايه؟ جزءا ولا جزءا؟ طب ما تردوا عليه. اذا كانت هنا الكلام اهو وجزءا وجزءا وجزء ضم الاسكان صف، يبقى ضم الاسكان لصف او ضم الاسكان المشار اليه بالايه؟ بالصار. يعني يقرا ايه؟ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. جزء جزءا. خلاص؟ واللي هي ايه؟ جزءا وجزءا، جزءا وجزءا. قال والباقون يقرؤون جزءا بالايه؟ بالاسكان. قال ابو زرعه رحمه الله عليه: وهما لغتان معروفتان. خلاص ما فيش توجيه. هي لغه، لغه عرب. زي اللي يقرا من امن والتاني يقرا من امن. لغه. خلاص. السخاوي قال رحمه الله عليه: والاصل في ذلك تتوقعوا ايه؟ والاصل في هذه الكلمه الاسكان ولا الضم؟ الضم. والاصل في ذلك الضم والاسكان للتخفيف. يعني الاصل صعبه. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طب خد جزءا ايهما اخف؟ يبقى الباقون للايه؟ للتخفيف. وحيثما اكلها ذكرا وفي الغير ذو علا. ايه اللي جه معانا هنا؟ ايه اللي استدعى عليا؟ فآتت اكلها. هو هنا لم يذكر ترجمه معينه، ذكر رموز فقط. قال وحيثما اكلها ذكرا وفي الغير ذو حلى. يبقى هنقرا بايه؟ هو قال وجزءا وجزء ضم الاسكان. يبقى هنقرا ايه؟ هنقرا ايه؟ اكلت فاتت. احنا بنقول ايه؟ اك اك ولا اكو؟ بس اكو. خلاص. اكو هو بيقول ايه؟ ذكرا. الذل لمن؟ الكوفيون وابن عامر. اكلها اللي هي المضافه الى ايه؟ الى ضمير. اي اقرا بالاسكان المشار اليهم بالذال، اقرا بالاسكان في اكلها بالضم. نعم بالضم. نعم بالضم. هنقرا ايه؟ فاتت اكلها. طيب المضاف الى الايه؟ ضمير الايه؟ ضمير المؤنث. اكلها دائم. تؤتي اكلها كل حين. كل ما اضيف الى ضمير ايه؟ ضمير مؤنث. لانه يقول لك ايه؟ وحيثما اكلها ذكرا وفي الغير ذو حلى. في الغير اللي هو هيبقى غير مضاف الى ايه؟ الى ضمير. وفي الغير ذو حلى. الذل هو هو، بس مين اللي اضيف؟ ابو عمرو البصري. معنى هذا ان ابو عمرو وابن عامر من اول ابو عمرو كده وانت ناسي.
اللي هم الايه؟ الخمسه دول ابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي يقرؤون في الايه؟ في اللي هو خلاص ده اللي هو الغير مضاف. اي شيء اي شيء زي ايه مختلفا اكله خلاص نعم مختلفا اكله نعم ونفضل بعضها على بعض في الاكل وبرضه واكل خمط واكل خمط. طيب من الذي لم يظهر في الترجمه امام احبه؟ نافع وابن كثير وابو عمرو في الايه؟ في المضاف الى مؤنث في المضاف هنا ودخل ابو عمرو في الايه؟ في الغير مضاف في الغير يعني. معنى هذا ان الامام نافع والامام ابن كثير يقرأان ايه؟ بالاسكان بالاسكان اكلها اللي هو معنى ايه؟ فاتت اكلها ضعفين خلاص؟ اكلها دائم تؤتي اكلها ويجي ابن عام ابو عمرو يدخل مع الجماعه في مختلفا اكله وما شابه ذلك. يبقى هنا ايه؟ الامام نافع والامام ابن كثير في الجميع في الايه؟ في الجميع. اما الامام ابو عمرو يدخل مع ابن عامر ومع الكوفيين في الايه؟ في الغيب. نعم. ثم قال رحمه الله عليه: وفي ربوة في المؤمنين وهاهنا على ضم على فتح ضم الراء نبهت كفلا. هم موضعين في القرآن. الموضع اللي هنا فين؟ ربوة لا اللي هنا نقول اللي هنا ربوة أصابة. طيب والمؤمنين اللي هي ايه؟ فآويناهما بس. وهو يقول لك ايه؟ وفي ربوة في المؤمنين وها هنا. وهو ممكن انت تقرأها بس مش هيبقى في فائدة في البيت. يعني انت تقرأ ايه؟ ربوة. الأفضل تقرأ البيت ايه؟ وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت. يبقى النون لمن؟ والكاف لمن؟ الاثنين دول يقرأان ربوة بالفتح والباقون يقرؤون ايه؟ ربوة خلاص؟ وآويناهما إلى ربوة إلى ربوة. الخلاف في هذه الكلمة في الايه؟ في حرف الايه؟ في حرف الراء فقط. نعم. طيب خلي بالكم في حاجة احنا ما نبهتونيش ليها. ما تكلمناش في توجيه الإسكان في الفساد والضم. طب الحمد لله ما فيهاش كلام كتير. قال العلماء: من أسكن في اللي هو جزءا وجزء في الجزء وفي في لا في جزء وبرضه كلها. أكلها هي اللي ما خدناهاش. أكلها اللي ما خدناهاش؟ طب خلاص يعني جزءا خدناها؟ طيب يبقى في ايه؟ في اكلها في اكلها من اسكن. قال العلماء: استثقل ثلاث ضمات. هيبقوا الثلاث ضمات اللي هم ايه؟ قولوا مش كده ولا ايه؟ الهمزه والكاف ولا ثلاث ضمات في اسم واحد فخفف بالإسكان. ومن ضم هيبقى على الايه؟ على الأصل على الأصل. ومن ضم على قال الإمام مكي: والضم هو الأصل والإسكان على التخفيف فهما لغتان فهما لغتان هما لغتان. بس هو برضه الاصل زي اللي سابق الكلام اللي فات الاصل كان الايه؟ الاصل كان الضم. نعم. ربوه وربوه
هو اجماع، ما اختلفوش في اللفظه دي، اجمعوا اهل التوجيه على انهما لغتان. بس سالوا حاجه، الفتح لغه بني تميم والضم لغه قريش. زاد ابو منصور الازهري فيه كسر، قال كمان ده فيها الكلمه دي ايه كسر، وقال لا يقرا بها. يبقى جاب كم لغه فيها؟ ثلاثه. لا ده ابن خلاويه كمان خلاها سبع لغات فيها اللي هي فروق دي، بس احنا ما نشوش على معلوماتنا. فيها كم قراءه؟ اثنين، ربوه وربوه. ثم قال رحمه الله عليه: وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا. الاول اقفل لي القوسين عند ايه؟ من اول وفي ربوه وعندي قفله، وافتح القوس من عند وفي الوصل للبزي. وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا. احنا دلوقتي معانا حوالي 10 ابيات هناخدها للبزي، في قراءة البزي، في تشديد التاءات، ركزوا بقى معانا فيها. بس احنا هنقفل على كل ايه؟ يعني هو القراءة كلها له، بس نقفل الاقواس واحنا ماشيين عشان نعرف الايه؟ الصور. تيمموا ده أول موضع. هيشدد ايه؟ هيشدد التاء. طب انتبهوا معايا، التاء اذا كانت مشدده او اي حرف مشدد ووقع قبله حرف مد يبقى من قبيل المد الايه؟ من قبيل المد اللازم، بس هيمشي على هذا الاساس. ولا تيمموا، شدد التاء، ولا تيمموا الخبيث بالطيب، مش كده؟ يبقى ايه؟ لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ها؟ نعم. يبقى هذا اول ايه؟ اول تاء. يبقى لما هو قال تيمموا قيدها بالتي هنا في البقره، خرجت اي تيمموا تاني اللي هي فتيمموا صعيدا طيبا، مش معانا. خلاص ادي اول موضع، هنعد 31 موضع. 31 موضع في القرآن الكريم اتفق أو اتفق على تشديد التاء فيه للبزي، وفي موضعين فيها الايه؟ الخلاف للبزي. هذا أول موضع. وتاء توفى في النساء عنه مجملا، قيدها بالنساء اللي هي ايه؟ هي مكتوبة هنا اللي هي إن الذين توفوا. طيب هنقرأ إن الذين توفوا. أنا ما عنديش إيه؟ ده دي يعتبر قبلها متحرك. انتبهوا بس معانا، هنعد بقى، والشاطر منكم يعد. أنا عندي التأدي منها ما وقع قبله ساكن ومنها ما وقع قبله متحرك. والساكن ده إما أن يكون حرف مد وإما أن يكون ساكن صحيح. فحرف المد يترتب عليه المد الإيه؟ خلاص يبقى على هذا. يبقى إحنا الآن هنعد، لأن هيبقى عندي 14 و10 و7 هيتقسموا على كده. طيب إن الذين توفاهم، هكذا تقرأ للإيه؟ للبزي اللي هي وتاء توفى في النساء عنه مجملا. توفاهم الملائكة ايه؟ ظالمي انفسهم. طيب خرج بالنساء بتقييد النساء كل غيره، في عندك ايه؟ ظالمي، في خرج اللي هي الطيبين، فتوفاهم الملائكة الطيبين وغيره. اقفل هنا القوس، خذ النساء في القوس. وفي آل عمران له لا تفرقوا. في آل عمران برضه قفل عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
له ايه؟ حرف بدء. خلاص؟ وخرج بهذا الكلام اللي هو موضع السورة ولا تتفرقوا فيه. قيدها بالنساء. نعم. في آل عمران، قيدها في آل عمران. والأنعام فيها فتفرق مثلا. برضه ايه؟ ما انا هو اول ما اقفل اقفل وافتح اقفل وافتح على طول. والأنعام فيها فتفرق مثلا. فتفرق. اللي هي ايه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فتفرق بكم. هكذا تقرأ. فتفرق. وبرضه بدية لما قيدها بالأنعام يبقى خرج برضه لا تتفرقوا اللي هو بتاع ايه؟ بتاع سورة الشورى. نعم. وعند العقود التاء في لا تعاونوا. برضه افتح وافتح. عند العقود لا تعاون لا تعاونوا. العقود اللي هي سورة ايه؟ اصل في نفس الآية فيها اثنين بس قيد دي باللام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. اللي هو فين؟ في العقود. يبقى خرج اللي قبل منه. لان دي قيدها بايه؟ قيدها بالله. نعم. ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. مثلا. تلقف وردت في ثلاثة مواضع في الأعراف وفي طه وفي الشعراء. وفي الشعراء طبعا خلي بالكم انتوا سمعتوها مني بقراءة غير اللي انتوا الرواية حفص. محدش قرأ تلقف لم يقرأ تلقف بالتخفيف إلا حفص من العشرين رواية. هو الوحيد اللي قرأ ايه؟ تلقف. وجميع القراء يقرؤون ايه؟ تلقف. جميع القراء يقرؤون يعني 19 رواية يقرأ تلقف. خلاص هو ايه؟ حتى الشيخ ضبطها بهذا. ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. الثلاثة اللي هي ايه؟ فإذا هي تلقف. ده اللي هو أول موضع لسورة الايه؟ الأعراف. اللي هو أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي التاء. هي التلقف. طيب في سورة طه وألق ما في يمينك. ما في يمينك التلقف. طيب الثالث اللي هو إيه في سورة الشعراء. لا احنا خدنا طه. أخذنا طه وألقي ما في يمينك تلقف. خلاص؟ طيب الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف. هذه اللي هي إيه؟ ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. خلي بالك اللي فاتت إيه؟ مثلا وهنا إيه؟ مثلا. مثلا أي إيه؟ أحضرته لك وأظهرته. مثل مثل أمام القضاء أي واقف أمام أو مثل الإيه المتابع. نعم. واغلق الأقواس. يبقى تلقف فيها ثلاثة. التالي بتاعتها تنزل عنه أربعون. واغلق عليها قوس. تنزل عنه أربعون. الأربع مواضع في سورة الحجر موضع. حط كده الحجر. اكتبهم جنب بعض. الحجر. انتوا عارفين الآية؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ما ننزل الملائكة. أول ما احنا وصلناها حيوة فيها قراءة. ما حدش يقرأ. ما ننزل بالكيفية دي إلا حمزة والكسائي وحفص. خلاص؟ والباقون يقرؤون ما تنزل
الا شعبه يقرا ايه؟ ما تنزل. يبقى اولها تاء. اولها ايه؟ اولها تاء. احنا البس معانا ممن يقرا بالنون ولا يقرا بالتاء؟ خلي بالكم، ما ننزل الملائكه الا بالحق. الباقون يقرؤون ايه؟ ما تنزل الملائكه، او شعبه ما تنزل الملائكه. يبقى احنا معانا صاحبنا ده اللي له التاءات له الايه؟ التشديد، تنزل. يبقى دي اول موضع، ما تنزلوا، ما تنزلوا. هذه أول واحد من الإيه؟ من عدد كام؟ أربعة. أربعة. طيب، واثنين في سورة الشعراء. الاثنين اللي في سورة الشعراء اسمعوهم كده ورا بعض. هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا؟ في الآية دي وفي الآية دي. هل أنبئكم؟ وبعدين دي سهل نطقها، لأن قبل منها هيبقى في غنة. ما هي نون ساكنة دي؟ نون ساكنة بس فيها غنة. لأن بعدها الإيه؟ بعدها التاء، ما هو تاء مشددة ولا غير مشددة؟ هتبقى من قبيل الإيه؟ في التجويد من قبيل الإيه؟ بس خلاص. طيب، يبقى الاثنين في الشعراء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم؟ هذه اثنين. بقى كم من الأربعة؟ واحد. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اللي عندك في القدر. من ألف شهر، من ألف شهر تنزل. ما هتنزل اللي هي الثانية. لو بدأنا هنقول تنزل، مش هتشدد، خلي بالك. إذا بدأ بأي كلمة من هذه الكلمات يبدأ بالتخفيف، محال إنها يبدأ بالإيه؟ الشدة. نعم، من ألف شهر تنزل. هذا الإيه؟ الموضع الإيه؟ الرابع. تنزل عنه أربع، بس اقفل عليها إيه؟ عليها قوس. نعم، تنزل عنه أربع وتناصرونا. تناصروا، والنون جاي لك في الشطر الثاني، اغلق عليها قوس. اللي هي ايه؟ ما لكم لا تناصروا. في سورة الايه؟ في سورة الصافات. تنزل عنه أربع وتناصروا، وتناصروا نارا تلظى إذ تلقون. لو حبينا نقرأ البيت، خذوا بالكم، تنزل، لو هنقطعوا افصلوا عن بعض، هقرا ازاي؟ تنزل عنه اربع وتناصروا ننارا، ننارا تلظى اذ تلقون ثقلا. طب لو وصلت البيت هيبقى ماشي. تنزل عنه اربع وتناصروا ننارا تلظى اذ تلقون ثقلا. احنا عندنا ليه؟ نفتح من عند ايه؟ وتناصرون لغايه النون. دخل النون مع الايه؟ بين القوسين. اللي هي ايه؟ ما لكم لا تناصرون. في سورة ايه؟ في سورة الصافات. طيب، قال نارا تلظى، اغلق عليها قوس برضه لوحدها دي، اكيد دي سهلة عندكم. فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى. اللي هي في سورة ايه؟ في سورة الليل. على قيمة الليل. لا، سورة الليل. خلي بالك انت، لو في حالتي اللي انا فيها ممكن اقول التركيز مش معايا شوية، لولا ما انا كاتبها قلت لك كنت خدت الكلام. نعم، نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. تاخد بالك. طيب، اذ تلقى، خلاص نقفل على ايه؟ نارا تلظى. طيب، اذ تلقون ثقلا، اذ تلقون اللي اول الايه، اذ
إذ تلقونه بألسنتكم. نعم؟ سورة النور نعم. إذ تلقونه بألسنتكم. خذوا بالكم. لا ما احنا هنشدد الايه؟ التاء هنشددها ازاي؟ ما هنشددها دلوقتي مناسبك غير ما اقولها لك. إذ تلقوني. أنا عندي من يلغم التاء. اسمعني عند الكسائي عند إذ في الصفير وتجد أدغم حلالي وبغير الجيم قادر بالتالة لا ده دي مش هنا ده دي في الطيبة. نعم إذ تمشت زينب صالة الكهى سمية جمال واصلا من توصلة. فهي هنا ايه؟ هيقرأ من أدغم يقرأها ايه؟ إذ تلقونه. إذ تلقونه. إنما البس معانا هيظهر الايه؟ الذال. ده ممن أظهر. ما هو لو إدغام الذال في التاء ده المسألة خلاص دخلت من باب ايه؟ إدغام حرفين متقاربين. وكانت خلصت المسألة ما كانتش جت هنا. ده هو هننطق الايه؟ الذال. والتاء تنطق مشددة. إذ تلقونه. ودي اللي فيها صعوبة اللي هي ايه؟ وجمع الساكنين هنا انجلى. اللي هيبقى النطق بساكنين. نطق ساكنين متجاورين. هي اللي فيها الصعوبة. الصعوبة هنا. ولسه جاي لكم بعض الكلمات. ده من ضمن الكلمات يعني لما تشوف النون ساكنة اللي فات إخفاء ولا ده ولا ده. اللي هي النون الساكنة المخفاة. كانت أمرها سهل. انما دي لا هتخفى ولا حاجه. فدي لازم لابد من اظهارها. هقرا ايه؟ اذ وهبدا بساكن. اذ تلقونه. فيها صعوبه. نعم. ثم قال رحمه الله عليه: تكلموا مع حرفي تولوا بهودها. اذ تكلموا مع حرفي تولوا بهودها. اغلق القوس. تكلم اللي هو ايه؟ يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. ودي سهله اهو وراها ساكن اهو. ما هو ده بيقول لك ايه؟ يجتمع الساكنان. الساكنان يجتمع بس احيانا يجتمع على حدهما ويجتمع على غير حدهما. على حدهما أن يكون الساكن الأول حرف مدوني. على غير حدهما أن يكون الساكن الأول ساكن إيه؟ ساكن صحيح زي اللي جاي ده وزي اللي هيجي بعد منه. نعم. يوم يأتي لا تكلم. هذه معنى إيه؟ تكلموا مع حرفي تولوا بهودها. يبقى تكلم وفي حرفين تولوا. تولوا ايه؟ في اول الصوره موضع اللي هو ايه؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. نعم. وان تولوا فاني اخاف عليكم. نعم. وان لاحظ هذا ساكن وساكن ايه؟ وساكن صحيح. بس اللي ساعدني على اني اتمكن من الاتيان بالتشديد مسافه الغنه. مسافه الايه؟ الغنه. اهي وان تولوا. انما الثانيه ايه؟ اذ تلقونه. ما فيش مسافه اخذ راحتي في الخروج خاصه اني ايه؟ الاثنين قريبين في الايه؟ في المخرج. يمكن لو واحد بعيد وده قريب كانت تبقى المساله ايه؟ على ما اخلص ده وارجع للثاني من الاخر. منتبهين معي؟ وان تولوا. هذه موضع. والموضع الثاني اللي هو ايه؟ حرفي تولوا بهودها. في قصه سيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. اللي هي ايه؟ فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت. ما ارسلت به اليكم. اقراها. فإن تولوا. هذه ايه؟ تكلموا مع حرفي تولوا بهودها. اغلق لي بها عليها ايه؟ قوسين. وفي نورها والامتحان. برضو الكلام على معطوف على ايه؟ تولوا. وفي نورها والامتحان.
نوريها انتوا عارفين صورة النور والامتحان اللي هي ايه الممتحن. طيب في نورها اللي هي في قول المولى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا اطيعوا الرسول يبقى ايه فان تولوا ادي ايه نورها والامتحان. لا 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 الآية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا خلاص هذه اللي في الايه في الامتحان وفي نورها والامتحان. قال لك وبعد لا تولوا كمان وإيه بعد بس إيه في برضو قوس هنا وبعد لا برضو تولوا تقع بعد إيه لا ودي هتبقى حلوة سهل خلاص. بعد لا فين في الأنفال أيضا في الأنفال اللي هي إيه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون هذه اللي إيه في الأنفال في الأنفال أيضا ماشي. قال ثم فيها تنازعوا ثم فيها أي في سورة الإيه الأنفال ولا تنازعوا فتفشل اغلق بقى يبقى في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا ماشي. تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدلا تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدلا إيه في لنا قصبر يبقى الأحزاب فيها حاجتين تبرجنا نعم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا قرنا فيها قرنا وقرنا إن شاء الله لما نوصل بالسلام خلاص. نعم ده هو واحد بس احنا بنقول اهو ده انا قلت ايه انا بعد في 31 موضع في 31 موضع معانا المتفق عليه. طيب برضو فيها ولا تجيب حاجه من راسك لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل ما هو قال لك ايه تبدل بس تبدل هنا جت الالف دي لاستقامه الايه عشان البيت نعم ايه نغلق هنا. طيب وفي التوبه الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا الجلى في التوبه الغراء كل ده البيت ده كله لوحده يقفله على بعضه كده وفي التوبه الغراء اللي هي ايه قل هل تربصون في وقال لك انتبه وجمع الساكنين هنا انجلى هنا ظهر. طب العلماء الشراح قالوا اشمعنى اختار الكلمه دي طب ما في جمع الساكنين سبق وجمع الساكنين اتي قال لك هو استقام على البيت كده بدليل ان جاي وجمع الساكنين هنا انجلى أو قالوا إن الكلمات السابقة اللي هي فيها إيه؟ اجتماع الساكنين اللي هو إيه؟ قل هل تربصون؟ مش كده ولا إيه؟ عند اللام ساكنة لابد أن تظل على حالها ساكنة قل هل تربصون؟ يبقى جمع الساكنين قل هل تربصون بنا؟ زي ما احنا لما نيجي عند العمة برضه ما فيها اللي بيقرا ايه اجتماع الساكنين هيقرا ايه نعم ابو جعفر المدني يقرا ايه نعم وبعدين بعد منها مشدد نعم وبعدين ايه ده حتى اللي قالوا كده ده قالوا للقراءه الشديده دي كانت اختيار سيدنا الرسول هو اللي نطق بها لفظ بها حديث لما قال لسيدنا عمرو بن العاص نعمة
نعم المال الصالح للايه؟ او للعبد الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح او للعبد الصالح. قال لك ان سيد كل اللي غالب نقلت هذا الحديث قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ بهذه الكلمه هكذا نعم العبد المال الصالح. اذا القراءه اللي هي ايه موجوده، يبقى هنا ايه وجمع الساكنين هنا انجلى. هتقرا ازاي؟ هل تربصون؟ هل تربصون؟ نعم. ثم قال رحمة الله عليه: تميز يروي، ويقفل عليها قوس. تميز يروي اللي هي ايه؟ تكاد دي هنقراها ازاي؟ تكاد تميز. هتقول لي طب التاء هقول لك ما بقى ايه؟ متجانسين مش كده ولا ايه؟ هتقرا ايه؟ تكاد تميز من الايه؟ من الغيظ. تميز يروي ثم حرف تخيرون. ده الملك. نعم بلدي لازم. نعم ما خلاص ما هو ادغمت الايه؟ الدال في التاء للتجانس. نعم. قال ثم حرف تخيرونا. خدوا بالكم البيت انا ما قراتوش. وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى. اعيد البيت تاني بالوصل. وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى. البيت الذي يليه: تميز يروي ثم حرف تخيروا نعنه تلهى قبله الهاء والصلاة. هوصل البيت. تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلهى قبله الهاء والصلاة. يبقى تميزوا أخذناها. ثم حرف تخيرون اقفل عليها قوس اللي هي ايه؟ إن لكم فيها لما تخيرون اللي هي ايه؟ في سورة القلم. طيب قال عنه تلهى قبله الهاء والصلاة. عنه تلهى فأنت عنه تلهى. هذه هتبقى ايه؟ لازم نسترجع أبيات سابقة. فاكرين باب هاء الكناية؟ مين اللي بيقرأ بصلة هاء الكناية؟ هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك. ابن كثير. ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. خلاص؟ يبقى احنا عندنا الكلمة دي عنه تلهى. لو هنيجي ما نبصش للبزم، عايزين نقرأها لابن كثير، نقرأ ايه؟ فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. يبقى أصبحت الضغط على هاء الكناية تولد حرف الايه؟ المد اللي هو بيسموه صلة، اللي هي سموه صلة. خلاص؟ سيبكم من صغرى وكبرى دي، ما أحبش كلمة صغرى وكبرى. دي صلة. الثانية اسمها مد منفصل. قال ما أقول عنه والجاني واو جماعة، إذا وقع بعده همزة يبقى من قبيل المد المنفصل. من قبيل المد الإيه؟ المنفصل، لأني أنا ما بمدش هاءات. أنا بمدش هاءات. يبقى انتبهوا معايا. عنه تلهى. جت أم الإيه؟ أم إيه اللي جت؟ أم الضم. أم الضم. اللي هي مين؟ الواو. يبقى بقت إيه؟ دلوقتي واو جماعة. واو إيه؟ واو جماعة. طب وقع بعدها مشدد. خلاص من باب اللازم. يبقى من قبيل المد الإيه؟ خلاص يبقى يقرأ إيه؟ فأنت عنه تلهى.
ده مين؟ البزي. ده البزي. لما يجي زميله قنبل يقرأ ايه؟ فأنت عنه تلهى. يبقى الباقون فأنت عنه تلهى. يبقى بس لما تيجي تقرأ العبارة دي بعد فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. البز حيمشي لوحده، وقنبل حيمشي لوحده، والباقون يبقى ايه؟ الجماعة لوحده. خلاص؟ قال قبله الهاء والصلاة دي اللي انا اقصدها. قالوا طب اشمعنى اشار لدي قبله الهاء والصلاة؟ ده جاياني كلمة تانية ما قالش الكلام ده. قال لك والله عشان يكمل البيت، عشان يكمل البيت قبله الهاء والصلاة. يعني ما كانش فيه داعي، الشراح يقولون يعني لم يكن هناك داعي لانه يذكرني ويقول خلي بالك الهاء موصولة، موصولة بواو، لاني المفروض بيعاملني على اني الحاجات دي انا درستها فيما سبق في الايه؟ في باب الايه؟ في باب الفصول. خلاص؟ ولكن قالوا جاءت معه يستكمل الايه؟ البيت. تلهى قبله الهاء والصلاه. ثم قال رحمه الله عليه: وفي الحجرات التاء فيه لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا. برضو ليه نقفل عليها ايه؟ قوسين من اول البيت لاخر، لان كل ده في سوره الايه؟ الحجرات. كل ده في سوره الحجرات اللي هي ايه؟ وقبائل بس للتعارف، للتعارف جعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. خلاص؟ قال وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا، هتقع للتقف التاء، تقع التاء بعد ولا في حرفان، وبعد ولا حرفان من قبله جلا. من قبل ايه؟ من قبل لتعارف اللي هي هتبقى ايه؟ الثالث ولا تنابزوا ولا تجسسوا. هذا اللي هم حرفان من ايه؟ من قبله. اللي بعد ولا، بعد لفظة ولا في حرفين قبل ايه؟ لتعارف. وبكده يبقى انتهى العدد 31 موضع في القرآن الكريم وردت للإمام البزي بلا خلاف، لا خلاف فيها. من يقرأ للبزي أو أي نسخة هتلاقيها قدام منك مطبوعة برواية البزي، ودي طبعت كتيرة، هتلاقي التشديد في هذه الايه؟ في هذه المواضع. المواضع دي لو أنت استرجعتها هتلاقي فيه سبع مواضع وقعت بعد متحرك. سبعة بعد متحرك. و14 بعد حرف مد، حروف مد، سواء هيكون القلب ومنها هتبقى عنه التلهى، خلي بالك. و10 بعد ساكن صحيح، ساكن صحيح، ما هو حرف المد ساكن والتاني بس هيبقى ساكن ايه؟ ساكن صحيح. منتبهين معي؟ وقلت وأكرر أن العلماء قالوا يجتمع الساكنان، يجتمع أو يجتمع على حدهما ولا وعلى غير حدهما. على حدهما اللي يكون قبله إيه؟ حرف مد. يكون الساكن ده حرف إيه؟ حرف مد. وليه؟ على غير حدهما اللي هو ساكن إيه؟ ساكن صحيح. الاختلاف ايه؟ نعم. الاختلاف الموضعين. ثم قال رحمة الله عليه: وكنتم تمنون الذي ما تفكهون على الوجهين فافهم محصلا. لا نستطيع ان ندخل بالساكن. لا نستطيع ان نبدا يبدا بها كما جاءت الروايه. ازاي؟ ما هو احنا قلنا إذ تلقونه. قبل إيه؟
نعم. هل نستطيع أن نقرأ السكينة فعل ما دامت قد جاءت الرواية بهذا، جاءت الرواية بهذا فيقرأ بها. نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد، وهنيجي نقودها. ده قراءات متواترة. احنا ما بنشرحش احبتي، لا نشرح من الشواذ شيء، ده دي كمان خلاصة الخلاصة، يعني الشاطبية في القراءات السبع حيضاف إليها الثلاثة. ده دي اتفق علماء الأمة قراؤها ومحدثوها وفقهاؤها ولغويوها، الجميع اتفق على أن ما في القراءات السبعة ثابت متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز القراءة والإقراء والتعبد به. وأجمعوا أيضا على إضافة الثلاثة اللي هي قراءة أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. يبقى في الأولويات نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ثم بعد ذلك الثلاثة المتممة للإيه؟ كلها. أما الأربعة اللي هي قراءة البصري وقراءة الأعمش وقراءة لا دراوي، الأربع الشواذ عن مين؟ عن سليمان بن مهران الأعمش صاحب قراءة، وابن محيصن قراءة، والحسن البصري قراءة، واليزيدي واليزيدي. هذه الأربعة الشواذ. شواذ إيه؟ يأخذ منها أهل التفسير العلم ويستنبط منها الأحكام، إنما لا يقرأ بها ولا يتعبد بها. ليه؟ ده أنت كمان اللي نقلين القراءات الشواذ لنا، ده من أسياد الأمة. ده اليزيدي ده هو الذي نقل لنا قراءة أبو عمرو البصري، نقلها من أبي عمرو لمين؟ للدوري والسوسي. طيب نيجي لمين؟ ابن محيصن، ده في قراءة الإمام ابن كثير المكي. طيب مين؟ الحسن البصري، ده في قراءة أبو عمرو البصري أيضا. سليمان ابن مهران الأعمش، سليمان ابن مهران الأعمش ده الذي نقل لنا قراءة شاذة، ممن هو في أسانيد قراءة حمزة. مش معنى إن هما شواذ هما من عندهم جاءوا بشيء شاذ، هو وضعوا ضوابط العلماء للقراءات الصحيحة اللي هي إيه؟ موافقة الإيه؟ الرسم، التواتر، الرسم، اللغة العربية، خلاص؟ فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. لابد أن يتوفر في القراءات الإيه؟ القراءات الشاذة توفر فيها موافقة للرسم وموافقة للغة، ولكن لم يتوفر في الغالب لم يتوفر فيها شرط الإيه؟ التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ كده إيه؟ فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حد يقدر يفرق لي بين في الرسم شيل النقط وشيل كل؟ فاليوم ننحيك لمن لتكون لمن خلفك هي يبقى ايه المتواتر اجمعت الامه. وكان هناك كلام او بعض كلام في القراءات الثلاثه لشخص او شخصين رد جمهور الامه عليه، وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه، له كلام مطول في الرد على من تكلم في قراءة يعقوب أو تكلم في قراءة أبو جعفر أو تكلم. ده قال ده لو أنا
الأمر بيدي لكنت قدمت قراءة يعقوب الحضرمي على غيره من ذلك. القراء اللي جمعوا لنا القراءات دي، الناس اللي جمعوا لنا القراءات الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قبل ذلك مثلهم كمثل أئمة الحديث. لما نقول قراءة نافع، هل هي من عند نافع؟ ده بسندي، ده نافع قلنا أخذت عن 70، أخذت عن 70، واستقر الأمر على 5 من شيوخه يتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا يعني لا ندرس الآن، ما دخلناش في شواذ القراءات التي ندرسها الآن، هي كلها متواترة ثابتة، ما حدش لم يتكلم فيها لا متقدم ولا عربية. يقول لا تبدأ بساكن، مش بنناقش اللغة، خلينا نكمل الصلاة، خلينا نكمل الآن. اللغة لا تفرض اللغة على القرآن، ما جاء في القرآن تطوع له اللغة، لا نطوع القرآن إلى اللغة، ولكن اللغة تطوع للقرآن الكريم. هتلاقي من العلماء في أوجه، يعني قال لك إيه؟ طب هقول لك لما نيجي نتكلم، أنسانيه الشيطان، ده على أضعف اللغات. ها؟ لما يجي أبو جعفر المدني قلنا للملائكة تسجدوا، برضو على أضعف الإيه؟ على أضعف اللغات. ولذلك العلماء قالوا القراءة توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه، سواء كان هذا الوجه أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه. يبقى اللغة تردوا ده كثير، وقامت الدنيا وقعدت في قراءة ابن عامر ما سبق شرحناه، إيه كن فيكونا، والكل أهل اللغة كلهم ردوا، كلهم ردوا هذا الكلام، إنما قراءة ثبتت ولها وجه. طيب، في قول المولى تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. إيه؟ قالك وين في فصل بين الإيه؟ بين المضافين. ما فيش فصل بين المضافين، ولم يلف غير الظرف في الشيء. إيه؟ نعم. اللي قال ايه البيت بتاع الامام الشاطبي، ومفعوله بين المضافين فاصل، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا، كلله در اليوم من لامها فلا تل من مليم النحو الا مجهلا. قامت الدنيا وقعدت على قراءه الايه الامام ابن عامر، لان قالوا ده 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 خرج عن اللغه، خرج عن اللغه، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ابن عامر؟ ده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة واحدة، ده أخذ عن أبي الدرداء عن النبي، ويقال أنه أخذ عن عثمان عن النبي، ده في أرجح الإيه؟ الإمام ابن عامر، ابن عامر الشامي. وابن عامر الشامي كمان ده هو واحد بس اللي هم أصلهم عرب. من يحصل؟ أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولد نافع وابن كثير ها وعاصم وحمزة والكسائي، كل هؤلاء كانوا موالي، وأبو جعفر ها، كل هؤلاء كانوا أصلهم مش إيه؟ مش عرب. وهذه قراءة، وقامت علماء الدنيا أهل اللغة، إنما لا يرده، لا ترد القراءة ما دام ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت وصحت. خلاص، جمع الساكنين شيء صعب، شيء صعب في النطق، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئتم ابحثوا عن هذا الحديث في صحيح البخاري، خلي بالك الحديث اللي قال فيه سيدنا الرسول لعمر بن العاص: نعمة المال الصالح، احنا بنقراها على ما نستطيع، انما الغالب اجمع او اجماع عند اهل اللغه انه نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسكان العين وتشديد الايه وتشديد الميم. وبرضه احنا لا نستدل على متواتر قران متواتر
نحاول نأكد صحته من إيه؟ من حديث أو ما شابه ذلك. لا لا يجوز ولا يصح. شيخ نعم. هو الشيخ قصده في خلينا نكمل الله ما شابه، ما تفتحش نقاش، أنا مش فاتح نقاش. ولو سمحتوا بدءاً من الآن، بدءاً من الآن اللي عايز يناقشني في أي مسألة تكون بعد المحاضرة، لأن المحاضرة مسجلة أو يكتب ورقة ونبقى نتناقش فيها، لأن المحاضرة مسجلة وكل الكلام اللي ضر ده طبعاً أنا هأمرهم يشيلوه عشان إيه ما اللي إحنا عايزين اللي هم بيسمعوا يستفادوا. أما لما نيجي نتناقش في مسألة أي أفق من الإخوة نتناقش معهم نتكلم فيها ما فيش ما عنديش أي مانع. نعم طيب نكمل الكلام. وكنتم تمنون الذي ما احتفكرون عنه على الوجهين فافهم محصلا. كنتم تمنون اللي هي في سورة الايه؟ في سورة آل عمران. ولقد كنتم خذوا بالكم معايا عندنا الإمام ابن كثير له ايه؟ صلة ارجع في باب أم القرآن عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وصد ضم ميع خذ وصد ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جل. الإمام ابن كثير يقرأ بصلة ميم الجمع حيث وردت في القرآن الكريم عند الوصل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. أما إذا وقف يقف بالإيه؟ يقف بالسكون. طب لما نيجي نقول إيه؟ ولقد كنتم تمنون هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ يا يقيه ولقد كنتم تمنون يبقى دي جمع ساكنين الجمع الساكنين بس على حدهم هنا على حدهم يعني إيه؟ الأنكر يعني عشان برضو نكون منصفين في الكلام أنكر بعض الموجهين القراءة الساكن الصحيح الذي يقع بعده مشدد برضو تكلم فيها يعني هو الشيخ مش بيتكلم من فراغ بيتكلم على إن صعبة المعروف إننا ساكنين متجاورين في صعوبة وأنكرها البعض ولكن لا يرد القراءة اللي هو ضعف لغة أو شيء ما دامت قد إيه ثبت هذه عندي اجتمع الساكنين ولقد كنتم تمنون الموت يبقى ده سورة الإيه؟ آل عمران. نعم ثم قال وكنتم تمنون الذي ما تفكهون اللي هي إيه؟ فظلتم برضو زيها هيبقى صلة ايه؟ فظلتم تفكروا دول الموضعين اللي فيهم الايه؟ اللي هو قال لك ايه؟ على الوجهين فافهم محصلا يبقى دي اللي بنقفل عليهم القوس كده من اول وكنتم لغايه محصلا يبقى عندي 31 موضع لا خلاف في تشديدها وعندي موضعين فيها خلاف الشيخ القاضي عليه رحمة الله في الشروح التي بين أيديكم حتلاقوه قال إيه ولكن الذي حققه أهل العلم أن تشديد التاء في هذين الموضعين عن البز ليس من طريق الحرص ولا التيسير فينبغي الاقتصار له فيهما على ايه؟ على التخفيف كالجماعة. طيب انا رجعت ايه طبعا عندي ما يقرب 10 شروح كل الشروح ذكرت الايه؟ ذكرت الاختلاف ذكرت الاختلاف طب قلت خليني ارجع يمكن الشيخ يقول ايه؟ مش موجودة في التيسير في كتاب التيسير وانا عندي التيسير وعندي الجامع ولله الحمد فرجعت للتيسير اتلاقيت الشيخ ذكر في التيسير الموضعين قال ايه؟ الامام الثاني اصل احنا عندنا دلوقتي ايه؟ اصل دي ايه؟ التيسير. كتاب التيسير الامام قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره
خلاص. فيجي بعض العلماء احيانا يذكر الشيخ موضع ما يكونش ذكر في الايه في كتاب التيسير، او يكون ذكره الثاني في كتاب الجامع، جامع البيان، يعني في اي كتاب اخر او المفرده للايه للامام. فيجي المحققين والشراح يقولوا ايه يعني دي لم تكن من طريق الايه الكلام اللي قاله الشيخ، الشيخ اللي قاله ده مش من طريق الايه من طريق التيسير. قال الامام الداني في الايه في التيسير البزي يشدد التاء التي في اول الافعال المستقبله في حال الوصف في 31 موضعا، ثم قال بعد ذلك وزادني ابو الفرج النجار المقرئ عن قراءته على ابي الفتح ابن بدهن عن ابي بكر الزينبي عن ابي ربيعه عن البزي موضعين موضعين، وذكر الايه الموضعين اللي هم ايه كنتم تمنون. اللي كلام الشيخ القاضي وكلام الشيخ الطباع عليهم رحمه الله بيبقى ماخوذ من الايه من التحريرات. اصل التحريرات بقى ايه دخلت في موضوع القراءات، وتكلم الكثير في بعض مواضع ان دي لا تقرا من هذا الطريق وتقرا من هذا الايه من طريق اخر. طب ناخد بيت تاني او بيتين كده. نعم الوجهين اهي، وكنتم تمنون الذي ما تفكرون على الوجهين فافهم محصله. طب ايه الشيخ القاضي بس هو ده قلت يعني ليست من ايه من طريق الايه ليس من طريق الحرص والسخاوي اللي هو اللي واخد من البسبوس. الشيخ السخاوي يعني ما الشيخ السخاوي في كتاب فتح الوسيط، وانصح اللي عايز توجيهات وعايز كلام يجيب فتح الوسيط. فتح الوسيط لدرجه ان الشيخ احيانا يغفل عن انه يقول لك يذكر القراءه، ده يشتغل لك التوجيه. وعليه رحمه الله نسال الله ان يجمعنا به في الجنه يتوسع في التوجيهات ويجيب لك ايه من التوجيهات اللغويه يمكن اشياء ذكرت عند المتقدمين واشياء لم تذكر. عالم الدين السخاوي، فعالم الدين السخاوي ذكر الخلاف في الايه؟ في الموضعين، وهو اللي يقول اخبرني شيخي وقال شيخي وكذا وكذا، فهو تلميذ الايه؟ تلميذ الشاطبي. واحنا لما نيجي ندور على شروح انا تعلمت، البعض يرى ان دي لا انا باخذ الاول من الاقدم حتى في التوجيهات، وبعد كده اخذ من التانيين اشوفهم قالوا ايه؟ ايه اللي ضافوه؟ ممكن ضافوا شيء كويس، يمكن احيانا واحد ايه بيجي يوضح لك معلومه انت برضه تكون مش عارف تفهمها من ايه؟ من المتقدم، فتفهمها من الايه؟ من المتاخر. قال رحمه الله عليه: وكنتم تمنون الذي ما تفكرون، نقرا البيت، وكنتم تمنون الذي ما تفكه نعنه على الوجهين فافهم محصلا. طيب نعيده كله على بعضه: وكنتم تمنون الذي ما تفكهون على الوجهين فافهم محصلا. ثم قال رحمه الله عليه: نعم معا في النون فتح كما شفى واخفاء كسر العين صيغ به حلا. نعم معا هما موضعين اللي هي ايه؟ نعم هي اللي هنا واللي في سورة النساء اللي هي إن الله يأمركم، نعم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها. نعم نعم توجيه أحسن الله يفتح عليك، معلش أنا اتلبكت. توجيه قراءة البزي، نعم ما تكلمناش في توجيه قراءة البزي. قال باختصار شديد: أصل هذه الكلمات بتاءين، كل الكلمات اللي عدت دي أصلها إيه؟ بتاءين.
وبرضه يذكرني لو فاتتنا اي شيء لان التوجيه بيبقى مكتوب يذكروني. اصل هذه الكلمات بتاء اين، فاسكن البزي الاولى وادغمها في الثانيه. يعني لما نيجي ناخد من اول موضع اللي هو ايه تيمموا، اصلها ايه ولا تتيمموا، خذوا الكلمات كلها اللي هي ايه توفى تتوفى ماشي في آل عمران، لا تتفرقوا ماشي فتتفرق، لا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا ولا تتعاونوا. قال العلماء أصل هذه الكلمات بتاءين، أصلها بتاءين. عمل إيه البزي؟ أسكن الأولى وأدغمها في الثانية. طب الباقون عملوا إيه؟ حذفوا إحدى التاءين. بس هنا في كلام للعلماء، قالوا والمحذوفة الثانية وهي تاء الفعل. المحذوفة الثانية، وهذا لما قرأ اللي هي ولا تيمموا، أنا برضو ما يعني ليش الآلة هي الإيه؟ ما جاش في فكري، هم أصلها ولا تتيمموا. لا أنا نطقت بالإيه؟ بتاء واحدة كده، إنما هنا نقول أدي الأصل، الأصل إيه؟ كل الكلمات دي. يعني إذ تلقونه، حيوة إيه؟ إذ تتلقونه، امسوا كل الكلمات. يوم لا يأتي لا تكلم نفس، لا تتكلم نفس إلا بإذنه. فإن تتولى، فإن تولى، تتولى، ها؟ ولا تبرجنا، ولا تتبرجنا. يبقى أصل هذه الكلمات كانت إيه؟ بتاءين، كانت بتاءين. الجمهور كل القراء حذفوا الإيه؟ إلا البزي أسكن الإيه؟ وما دامت قد سكنت يبقى أصبحت من قبيل الإيه؟ المتماثلين، المتماثلين. يبقى تدغم التاء الساكنة في التاء الإيه؟ في التاء المتحركة. الله يبارك فيك. نعم. قال رحمة الله عليه: نعم معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين صيغ به حلى. نعم معا الموضعين هنا في سورة البقرة وفي سورة الإيه؟ سورة النساء. خذوا بالك، نعم معا في النون فتح كما شفى، الكف لمن؟ والشين لمن؟ حمزة والكسائي. فتحوا الإيه؟ اللي هي إيه؟ بيت إيه؟ نعم. إن تبدوا الصدقات فنعم. خلاص؟ يبقى لما هو قال إيه؟ كما شفى، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ بالكسر. بالإيه؟ بالكسر. مش كده ولا إيه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتاً ولدي إيه؟ وآخيت إيه؟ وفتحهم والكسر. خلاص؟ في النون. لا ده القس يتفتح عند البيت كله. من أول نعمة. خلاص؟ يبقى معنى هذا المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر، والمشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي، يفتحون الايه؟ النون. يبقى لا. لا. طيب قال: وإخفاء كسر العين صيغ به حلى. الصاد لمن؟ والباء لمن؟ والحاء لمن؟ لأبي عمرو. الإخفاء هو الاختلاس. هو الاختلاس. واتكلمنا فيه كثير قبل ذلك. يعني قضية الإخفاء اللي هو إيه؟ قلنا خفض الصوت. خفض الصوت. يعني ده أرجح الأقوال، لأن بعض اللي هو البعض يقول إيه؟ النطق ببعض الإيه؟ ببعض الحركة. فقال العلماء قالوا: وهل الحركة تبعض؟ يعني ممكن أمسك الحركة كده وأقطعها بسكينة كده، الفتحة أو الكسرة وأقسمها الثلاثة والنطق بثلثي الحركة أو كذا أو كذا؟ قالوا: لا، هي إيه؟ إخفاء الصوت عند النطق بالحركة. قال: وإخفاء كسر العين. يعني العين مكسورة. مش كده ولا إيه؟ ما هي مكسورة اللي هي اللي ما إحنا بنقول إيه؟ سواء قلنا نعمة أو نعمة.
خذوا بالكم، نعمة أو نعمة أو نعمة. العين العين هي مكسورة. قال لك إيه؟ إخفاء كسر العين. الإخفاء إيه؟ اللي هو هتبقى اختلاس حركة الكسر. ليه؟ لأن جاي لنا القراءة الأخرى هم نفس الجماعة دول، بس الكلام ده مش من طريق الشاطبية، ده الكلام ده من طريق الإيه؟ من طريق الطيبة. هو قال إيه هنا؟ مع النعم مفتح كما شفى، مع النعم مفتح كما شفى. إيه قال إيه؟ الإمام الإمام ابن الجزري قال مع النعم مفتح كما شفى، وفي إخفاء كسر العين حز به صافي. ادي الثلاثة اللي هنا. وعن أبي جعفر معهم سكنا، يبقى دخل معهم أبو جعفر وهم كمان هيقرأوا بالإيه؟ بإسكان الإيه؟ بإسكان العين. هذه الصعوبة بقى اللي الشيخ بيتكلم عنها، هذه الصعوبة. هذه ثلاثة، ده خدوا بالك، ده اللي قرأ بإسكان العين. شعبة، وما أدراك ما شعبة؟ ده شعبة عالم من المحدثين. طيب غير القراءات يعني، ومعانا مين؟ أبو عمرو البصري، ومعانا قالون، ومعانا أبو جعفر المدني. وأبو جعفر المدني ده مين؟ ده شيخ الإمام نافع، ده شيخ أبو جعفر المدني ده. بس سبحان الله، هي تقدم نافع على شيخه علما بإني هذا الإمام ذكر في سيرته أشياء عطرة، إنه كان إمام المدينة، وكفاه شرفا أن السيدة أم سلمة مسحت على رأسه ودعت له بالبركة. الإمام أبو جعفر المدني اللي هو ترتيبه الثامن في أئمة القراءات، مسحت السيدة أم سلمة على رأسه ودعت له، وهو صغير، ودعت له بالبركة. واخد عن مين؟ واخد عن القراءات، عن أبي، عن ابن عباس وعن أبي هريرة مباشرة. وابن عباس مش واخد القرآن عن الرسول مباشرة، ابن عباس أخذ عن أبي وعن زيد، وأبو هريرة أخذ عن أبي. يبقى بين أبو جعفر كم واحد؟ الدرجة الأولانية اللي هي ابن عباس وأبو هريرة، والدرجة الثانية يبقى نافع بينه وبين الرسول كام؟ انتبهوا معي، بينه أبو جعفر، نعم ثلاثة، وفي الدرجة الرابعة يكون بينه، في الدرجة الرابعة. لأن أنا عندي في كتاب أسانيد القراء العشرة ورواته من برة تبقيه فعلا الرابع اللي هو الإمام نافع، أما الإمام أبو جعفر. فأبو جعفر يقرأ بالإيه؟ بالإسكان، هو اللي هو الصعب اللي قال عليه الشيخ اللي هو يقرأ إيه؟ نعم نعم، ده يسكن، نعم نعم ماهي. ويجي الاثنين دول الثلاثة دول برضو يقرأوا بالاختلاس، يقرؤون بالاختلاس ويقرؤون بالإسكان، بس الإسكان مش جاي من طريق الظاهر قدامنا كده من إيه؟ من إيه؟ من طريق الشاطبية. الإسكان هيجي لك من إيه؟ من طرق أخرى. وإخفاء كسر العين صيغ به حلى. طب طلعت معنا كم قراءة؟ خذوا بالك، إن تبدوا الصدقات فنعماه. دول مين؟ كما شفى. واركنهم راحوا ثلاثة كده ماشي؟ طيب ونيجي نقول ايه؟ فنعماه، ما عاد عن كل القراء، ما عاد عن صيغ به، لا خلاص صيغ به حلى. هيبقى مين اللي يقرؤون نعمة؟ لا حد من فوق يا سيدي، لا ورش يقرأ ايه؟ نعمة. طيب وابن كثير، ها ومين تاني؟ انزلوا شوية بس ما تنزلوش لتحت قوي، يعني احنا نجيب من فوق، لما اجي ارتب قراءة ارتب من فوق. طيب خدنا احنا ايه؟ ورش، وخدنا ابن كثير، واخذنا ابو عمرو راح هنا اهو. طيب وابن عامر معانا؟ لا راح هناك. ويبقى حفص،
خلاص. مين تاني؟ كان كسامة راح في ايه؟ نعيمة. ما هو حفص. يبقى ايه؟ يبقى اللي يقرأه نعيمة. واحد ونصين. واحد وايه؟ ونصين. مين الواحد الكامل؟ ابن كثير. ونص الإمام، نص النص الفؤاد الأولاني للإمام، النص الثاني للإمام نافع، لأن إحنا عندنا قانون ورش. النص الثاني للإمام نافع، والنص الثاني للإمام عاصم. خلاص دول يقرؤون إيه؟ نعمة. تعالوا بقى نشوف الجماعة دول اللي قرأوا إيه الإخفاء ده؟ إخفاء. أنا قلت لكم الاختلاس. كلها مرادفات. كلها مرادفات. يعني اخفض صوتك عند النطق بالكسر، لان هما عايزين ايه؟ الموائمه بين اللغتين. واخد بالك يا سيدنا؟ دول عايزين الموائمه بين اللغتين، بين لغه التحريك وبين لغه الاسكان، علما بان هما برضو اللي قرأوا بالايه؟ بالاسكان. فقال لك الاخفاء ده عشان تمشي المساله. هيبقى ايه؟ هما الاول دول بيقرأوا ني ولا نا؟ ني ني. خد بالك، اختلس مع الكسر. ني ني ما هي ني. عارفين الجماعه اللي يقول لك ايه؟ يجوا يصلوا كده، يصلوا بيكم كده ايه؟ يقول لك ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. هو اختلس ايه؟ الضم. ما قالش نعبده. اياك نعبد واياك نستعين. هتسمع من كثير من الناس حتى هو ظاهر قلقل الدال فميلها الى الايه؟ الى الضم. يقرا ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. اه ده يقال عليه ايه؟ يعني في مره كنت انا واحد شيوخي بنصلي ورا واحد فقرا كده، قلت له حكم صلاتنا ايه؟ قال احملها له على وجه الاختلاس. احملها. بقول له يا مولانا صلاتنا ايه؟ هنعيد ولا هنعمل ايه؟ قال لي يا اخي خلينا نمشي احملها له على وجه الاختلاس. اصل دلوقتي ما هو ايه؟ انت تصلي يعني اي واحد عام بيصلي الناس عمين، انما لما تيجي انت تبقى شايف ده في الفاتحه يخبط في اي حاجه ثانيه الا الفاتحه. الفاتحه مش هينفع فيها. ده هي اي تغيير او اي تبديل كله ممكن تضيع الايه؟ الصلاه. نعم. يبقى عندي ايه؟ اتبعي معايا ثلاث قراءات. فنعم ماهي ومسبقا قراءة الايه؟ الاسكان. فنعم ماهي. هذا. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في التوجيه. طيب نترك توجيه هذه الآية الكلمة للقائنا السابق في أن أدعيك بسرعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.